وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. اليوم نحن في الذكرى 62 للاستقلال والشباب، ارتأت السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد رئيس دائرة وأنا السيدة النائب هاجر عباس بأن نقوم بزيارات لأبائنا المجاهدين الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تنعم الجزائر بالاستقلال. وهذه المبادرة إلا عرفاناً لتضحياتهم الجسام أثناء الثورة التحريرية. إذن يعجز اللسان حقيقة، ونحن اليوم في بيت الشيخ المجاهد رويبح الذي فرح بقدومنا إليه كما فرحوا الآخرين. كنا زرنا كذلك مجاهدين في المنطقة. إذن احنا وش نقولوا لهم؟ إن شاء الله ربي يحفظهم، ونقول لهم باللي أمانتكم سوف نصونها، أمانة الشهداء وأمانة المجاهدين والتضحيات اللي ضحيت بها أثناء الثورة التحريرية لكي ننعم نحن جيل الاستقلال بالاستقلال وبالعيش في كرامة وعزة. إذن نقول لهم من هذا المنبر أننا ما زلنا نواصل بناء الجزائر الجديدة، ما زلنا هنا من أجل استكمال بناء مؤسسة الدولة، ما زلنا هنا من أجل أن نقوم ونحفظ رسالة الشهداء ورسالتكم. مواصلة الاحتفالات ذكرى 62 لعيد الاستقلال مواصلة 5 جولي 2024، مواصلة البرنامج اللي كنا ضابطينه، البرنامج الرسمي فعل مصالح الدائرة. قمنا في عشية اليوم بتكريم الأسرة الثورية ممثلة في المجاهدين تاع المنطقة تاع دائرة عين نويسي، وهذه التفاتة رمزية، زيارة مجاملة نقدروا فيها التضحيات اللي داروها والتضحيات اللي في سبيل الوطن. تحية الجزائر، مزود خلود شهدنا أبرار، تحية الجزائر وعاش الجزائر الحرة كريمة بإذن الله. إن شاء الله مناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية جات السلطات المحلية على رأسهم رئيس الدائرة وكوميسار رئيس المجلس الشعبي البلدي كرموا الحاج مجاهد الحاج جلول الطيب. نشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادره اللي داروها، وهذا التكريم انا فرحانين به. كل مره يكرموا الحاج في كل سنه ولا مناسبه راهم يجوا يكرموا رئيس الدائره والسلطات المحليه على مستوى البلديه تاع نيسي. يكون يعرفها شو هذه معسكر، هذاك الجبل تاع معسكر كل يوم الضرب، كل يوم والله قسم بالله 70. كنا تسمى مخلوعين، كنا نقولوا يا رب العالمين صار لحقنا في هذا الوقت، هذا لحقنا الاستقلال ونتمشوا في بلادنا ونكونوا حرين وكل ما يلزم، غير ممكن. اللي نقوله لكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واش رايك بالشيخ المبادره هذه تاع هذه حاجه مليحه، هذه حاجه هذا تفكير هذه بها تفكرك في عيط صوالح، فكرك في صوالح قدم وصوالح ما شفتهمش كاع وما سمعتش فيهم، فكرك فيهم يحكولك عليهم. والحمد لله رب العالمين، الله يشد النفع. نشكركم على هذا المبادرة، السلطات المحلية والبلدية والعسكرية الله يشد النفع فيهم ويطول أعمارهم، والله يعجلهم يخدموا مصلحة البلاد والعباد إن شاء الله. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.